احنا النهاردة كنا مع حضرة النبي، وتعالوا نعرف ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المجلس اللي بيصلى عليه فيه بيكون حاضر فيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب نسألك بحق حبك لحبيبك أن تجعلنا من أحبابك ومن أحباب حبيبك، وأن تيسر علينا كل عمل يقربنا من حبيبك ويدخلنا في أهل محبتك. اللهم إنا نسألك أن تعقد بين قلوبنا وقلب حضرة النبي عقد المحبة، وأن تدخلنا في زمرة المرء مع من أحب. نسألك ألا تحرمنا بابا من أبواب حبك وحب حبيبك إلا وفتحته لنا. اجعلنا من أهل المحبة، واجعلنا من أهل الطاعة، واجعلنا من أهل الرضا، وفرح بنا حضرة النبي، واجعله ينظر إلينا دائما متبسما فرحا بأنه أدخلنا عليك من أوسع الأبواب وهو باب المحبة. يا رب ارزقنا محبتك ومحبة حبيبك ومحبة ما تحب ومحبة ما يحب حبيبك في كل وقت وحين يا رب العالمين.